نحن حقيقة نشعر في بلدنا الثاني عندما نأتي إلى المملكة المغربية. هناك العديد حقيقة من العمانيين الذين تتلمذوا وتعلموا هنا بينكم خلال أكثر من يمكن 50 سنة الآن، وبالتالي هناك حقيقة روابط ووشائج عميقة تربط الشعبين. لن تبعدنا الجغرافيا، بل هناك تقارب كبير ومتزايد، ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن على المستوى الشعبي. وبالتالي أنا حقيقة سعيد وأحب أن أنتهز الفرصة لأجدد شكري وتقديري وامتناني باسمي وباسم جميع زملائي في الوفد العماني على ما لقيناه من استقبال حار وضيافة مغربية أصيلة وكريمة، وأيضا الأريحية التي تمت بها أعمال اللجنة هي حقيقة محل تقدير وإعجاب. وأعتقد هناك الكثير، ربما بدون استثناء، يعني كل المجالات مفتوحة للتعاون وللشراكة وللتبادل، إن كان في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي والتقنيات الحديثة. نحن نتحدث اليوم عن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة وسلسلة المشاريع التي أيضا ممكن أن تأتي بناء على جهودنا المشتركة في مكافحة التغير المناخي. وبالتالي أعتقد هناك فرص واعدة وكبيرة للقطاع الخاص في البلدين، وخصوصا القطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة. أعتقد هناك الكثير من مجالات التعاون التي يمكن أن نبني عليها في تحويل نتائج مثل هذه الاجتماعات وهذه الدورة إلى مشاريع تعود بالمنفعة على البلدين وحتى على المنطقتين. وبالتالي نحن عمان يعني ترحب حقيقة بالزائر من المملكة المغربية، سواء كان من القطاع الخاص أو أي قطاعات أخرى نجد فيها وسيلة وسبيلة ورغبة للبناء الشراكة وتحقيق المردود المثمر. طبعا لابد أن نكون عمليين وواقعيين في نفس الوقت، أنه صحيح نشعر بالرضا لنتائج اجتماعنا اليوم، ولكن أعتقد التحدي الأكبر هو في قدرتنا على المتابعة. متابعة ما تم الاتفاق عليه يحتاج إلى عمل كبير وتكاتف بين الجانبين على مستوى كل تقريبا المجالات والقطاعات التي تم الاتفاق حولها. مذكرات التفاهم أيضا التي تم التوقيع عليها، وسوف تكون هناك مزيد أعتقد من الاتفاقيات هي قيد البحث والاكتمال، سترى النور إن شاء الله في المستقبل، ولكن أيضا هي ستحتاج إلى متابعة وتفعيل. وبالتالي سنكون، معالي الوزير تسمح لي أقول، أنه نكون حريصين حقيقة ونشد بأيادي المسؤولين لدينا بترجمة ما اتفقنا إليه إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في المغرب وفي عمان وبشكل حثيث ومتطور. سنكون إن شاء الله متابعين لهذه النتائج. كما تفضلتم معاليكم، ولن أكرر ما ذهب إليه معالي الوزير، اغتنمنا فرصة اللقاء اليوم لتناول العديد من المستجدات في المنطقة العربية وأيضا في العالم من حولنا. وأستطيع أن أؤكد مثل ما تفضل معالي أن رؤانا تكاد تكون متطابقة في معالجة وفهم وتشخيص هذه القضايا وكيفية تعميق التعاون والعمل المشترك في إيجاد الحلول السلمية لكثير من التحديات والقضايا من حولنا. نحن دول ننشد الخير للجميع وننشد الصداقة مع الجميع،
ولذلك ستجدوننا دائما في سلطنة عمان على هذا الخط ذاهبون ومستمرون بكل روية وبكل ما نستطيع أن نمتلكه من إمكانيات في تقريب وجهات النظر وفي الدفع بالمبادئ التي آمنا بها وضرورة احترام يعني الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وأن نحتكم دائما إلى القانون. القانون الدولي هو وقواعده يجب أن تحترم بدون ازدواجية في المعايير، فهذا ينطبق على الكثير من القضايا التي تهمنا بشكل أساسي، وأهمها القضية الفلسطينية، لأنه مثل ما تفضلتم بدون إيجاد حل سلمي وعادل وشامل لهذه القضية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار الدائم والتنمية الدائمة. فبالتالي هو من أولى أولوياتنا في السياسة الخارجية أن نسعى دائما وندعو المجتمع الدولي والدول المؤثرة في أهمية احترام القانون في إعطاء كل ذي حق حقه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حسب ما نصت عليه القوانين الدولية، حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن وجسدتها مبادرة السلام العربية. وبالتالي نحن نشكركم حقيقة كثيرا على أيضا جهودكم في هذا الإطار وفي مختلف هذه القضايا، ونتمنى للمغرب دائما الاستقرار والأمن والرخاء، وهو يعني بلد ذو تاريخ وحضارة وعراقة أصيلة، وإن شاء الله يعني بسواعد أبنائها ستظل المغرب واحة للأمن والاستقرار والسلام، ونتمنى إن شاء الله أن تجدوا الحل بدعم أشقائكم وأصدقائكم، الحل الشامل والعادل والسلمي للقضية، قضيتكم الأولى وهي قضية الصحراء. وحكمة جلالة الملك حفظه الله في مبادرته الشهيرة للحكم الذاتي أعتقد هي الحل العادل والسليم والعاقل لإنهاء هذا الخلاف. كل الشكر مجددا لكم معالي الوزير، ونلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، ومرحب بكم في سلطنة عمان في أي وقت.